مللنا منها. يعني لماذا أستاذ فؤاد، لماذا الإصرار على تغييب إرادة الشعب الكازاخي؟ يا أما مشروع روسي يا أما مشروع أمريكي. طب الشعب الكازاخي أفرض أنه ثار من أجل حقه، لماذا تفترض مقدما أنه هناك دولة كبرى وراء ثورته؟ وكيف يمكن لدولة كبرى على بعد ألوف الكيلومترات أن تدخل للشعب الكازاخي؟ من أي طريق دخلت لهم الأمريكان؟ عن طريق سفارة مثلا، سفارتها في ألماطة وزعت الفلوس على الناس أو إلى آخره؟ يقينا الشعب ثار لوحده، لم يكن هناك سلاح، لم يكن هناك دماء، الدماء أثيرت من قبل النظام. أما التكسير والضرب والحرق وإلى آخره، الثورات ليست نزهة، ليست مظاهرة سلمية، الثورات تنطلق عندما الشعوب تنفجر، وعندما تنفجر يحدث كل ذلك. لا تتوقع شيء آخر أمام شعب محروم من حريته من عشرات السنين، من أيام واضح دكتور، واضح دكتور. حتى نعطي بس أستاذ فؤاد، أستاذ فؤاد تفضل، لك حق الرد والتعقيب. نعم، لك حق الرد والتعقيب على ما قاله الدكتور ناصر دريد. لا لا، انا مش يعني عفوا، انا مش عم بضطر، انا عم وصف واقع الحال. انا بعرف انه للشعب الكازاخي له حقوق اقتصاديه، صحيح هناك ازمه اقتصاديه، هناك نظربايف الذي يعني سيستلم الحكم الى ابد الابدين. انا عم بقول في واقع سياسي، انا عم وصف انه هناك واقع جيوستراتيجي، هو صراع سياسي. يعني الشعوب عندما تنطرد لها الحق، انا قلت في الماء والخبز والاكل والعداله وكل شيء، لكن عمليه التكفير، طيب ما هو أنا يعني كما حصل، يعني انا اعطي مثال كما حصل ايضا في سوريا، انتفضت الناس، تحولت الى مجموعات الى داعش وتوابعها، حتى عم يجري الحديث مش انا وهناك، يعني بتابع ما يحصل على الارض، يعني كان هناك مجموعات مسلحه كانت موجوده، وبالتالي تم اختطاف. يعني هو بس لا لا اريد ان اذهب الى سوريا، يعني ملايين من السوريين قتلوا وشردوا وسحلوا وسجنوا بحجه موضوع داعش، وهذه ايضا روايه مهترئه يا استاذ فؤاد، اسمح لي يعني.